أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تعرف مفهوم اللباس والزينة، أيضا تبين معاني مفردات وتركيب الواردة في سورة النساء. أكد عزيزي الطالب القرآن الكريم مجموعة من المبادئ الشرعية العامة التي تسهم في بناء المجتمع على أسس سلمية، مثل أداء الأمانة والعدل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. التعريف بسورة النساء، هي سورة مدنية ذكرت بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء واهتمت بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع. تدعو الآيات الكريمة إلى وجوب أداء الأمانة. فالأمانة صور عدة، منها الأمانة مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراعاة حق الله تعالى في أمره ونهيه، وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ومحبة آل بيته الكرام. الأمانة مع النفس باختيار الأنفع لها في الدين والدنيا، مثل الحرص على صحة البدن والعقل والابتعاد عما يسبب لها ضرر، مثل المسكرات والمخدرات والتدخين وغيرها. الأمانة مع الناس فإن بأن يقوم المرء بما يكلف به من أعمال بدقة وإتقان، ويتجنب الغش في المعاملات، وأن يحفظ حقوق الناس مثل رد الودائع وحفظ الأسرار. وقد حذر الإسلام عن التفريط والأمانة، وعد ذلك من صفات أهل النفاق، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن عزيزي الطالب، هنا دعا القرآن الكريم إلى تحقيق مبدأ العدل بين الناس جميعا دون تمييز بينهم في الديانة أو اللون أو العرق. والعدل واجب على كل صاحب مسؤولية في المجتمع، فالحاكم مطالب بالعدل بين رعيته، والأب مطالب بالعدل بين أبنائه، والمعلم يعدل بين طلبته، وصاحب العمل بين عمله. دعا القرآن الكريم إلى وجوب طاعة الله تعالى باتباع أوامر القرآن الكريم واجتناب نواهيه، وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتخلق بأخلاقه، كما حث القرآن الكريم على وجوب طاعة أولي الأمر وتنفيذ أوامرهم في غير معصية لله تعالى، إذ بمخالفتهم تعم الفوضى وينتشر الفساد. أيضا من مستلزمات الإيمان بالله التسليم والقبول بما أمر الله تعالى ورسوله في مختلف القضايا والمسائل، وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة، فهما المرجع عند الاختلاف والتنازع. إذن عزيزي الطالب، سورة النساء هي سورة مدنية ذكرت فيها بعض الأحكام، وهذه الأحكام التي تتعلق بالنساء واهتمت بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع. وقد أكد القرآن الكريم مجموعة من مبادئ شرعية التي تسهم في بناء المجتمع على أسس سلمية، مثل أداء الأمانة والعدل وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. حث الإسلام عزيز الطالب على الظهور بالمظهر اللائق الحسن المحتشم الذي يستر العورة، ووضع أحكاما تنظم شؤون اللباس بصورة تحفظ كرامة الإنسان. اللباس هو ما يغطى جسم الإنسان أو جزءا منه. الزينة كل ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة التي تكسبه جمالا وحسنا. إذن عزيز الطالب، من تكريم الله تعالى للإنسان أن أنعم عليه باللباس للحفاظ على الأجساد ومنع عن كشف العورات. إذن مفهوم العورة هو كل ما يجب على الإنسان أن يستره من جسمه أمام من لا يجوز له النظر إليه. وقد أوجب الله تعالى على العباد ارتداء الملابس الساترة عوراتهم. وعورة الرجل في حدها الأدنى هي ما بين السرة إلى الركبة. والجلباب عزيزي الطالب هو اللباس الساتر لجسد المرأة، والخمار هو غطاء الرأس الذي يزال على العنق والصدر. اعتنى الإسلام بلباس الإنسان وزينته، وذلك لأن اللباس وزينة فيهما تكريم الإنسان وصيانة الأجساد من كل ما يؤذيها، أيضا إظهار نعمة الله تعالى وشكره، وستر لعورة الإنسان، وحد من انتشار الفاحشة في المجتمع. من أحكام اللباس والزينة وآدابهما أن يكون اللباس ساترا للعورة، ألا يكون اللباس مما يصف جسم الإنسان، والاعتدال في الملبس والزينة من غير إسراف، تحريم لبس كل ما فيه تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، أيضا ألا تكون الزينة بشيء محرم كالوشم أو غيره مما يسبب ضررا لجسم الإنسان. وباح الإسلام المرأة حلي الذهب والفضة ولبس الحرير، وحرم لبس الذهب والحرير على الرجال، وأباح لهم لبس الفضة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.